فيديو جديد بنخلص كده ان شاء الله. هنحل من سيمبل تيست 11 لحد سيمبل تيست 15 عشان نخلص الكتاب بتاع المعاصر كله. للناس اللي مش متابعاني خش على قائمة التشغيل بتاعة كونكت 5، هتلاقي امتحانات المعاصر بالكامل في الكتاب بتاع الكتاب الكبير، وحتى الملحق اللي جاي مع الكتاب. اللايك هيضرك مش هيضرك، هيفيدك وهيفيد زميلك، لانك مجرد بتعمل لايك العيل اللي ما شافش الفيديو على الفيديو هيترامي قدامه كده، فهيشوفه هيستفيد. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا كمان هستفيد بان الفيديوهات بتاعتي تتشاف. بس الحقيقه هي مفيش اي يعني لا عائد من كل الهري اللي انا بعمله ده، غير ان انا بعمله لوجه الله فقط يعني. فمش عايزين منكم اكتر من لايك عشان تساعدونا وتساعدوا زمايلكم ان المحتوى يوصل لهم لوجه الله كله في النهايه، وربنا يتقبل. سيمبل تيست 11 بيقول لك وي ارايفد تو لوكسور اون مونداي، احنا بنوصل لوكسور يوم الايه الاثنين. اذا انا ترجمت ما ينفعش اترجم، انت المفروض تسمع بليز. ناس there is so much to see there او here يعني. We visited some museum and the weather the theater and we had amazing tours. It's really fun but it's very busy city and crowded. طبعا اول حاجه لوكسور اون مونداي مش اون ساندي، دي اول واحده فولس. We visited some beaches. Beaches فين يا بتعبيط يا ده، رحت اساسا لوكسور يعني هتزور متاحف، هتزور معابد، هتزور البحر. البحر ده في اسكندريه يا حبيبي. We had amazing tours. دي ترو فعلا يعني لوكسور بالذات عظيم. It was a very busy city. Very busy city يعني مدينه مشغوله جدا او زحمه جدا، ده صحيح طبعا. We can learn about ده لا ده لسه، يلا بينا كده نظبط الكادر بتاع الكاميرا، اظبط الكادر كمان. ايه ده ايدي، اسمع يا ابني اسمع يا حبيبي. طبعا هنا بيقول لك ايه بقى، الله. We can learn about buildings from ancient monuments. Monuments قصدي اللي هو الآثار يعني. These are structures that were built to celebrate important people. Painting are on walls or on papyrus. They show scenes of daily life. We can learn about buildings from ancient Egyptian. احنا ممكن نتعلم نتعلم ال buildings المباني من ال ancient Egyptians اللي هم المصريين القدماء، او ال ancient monuments اللي هم الآثار القديمة. These are not that were built to celebrate important people. These are a أنا لسه قايلة لكم أيوة structures يعني معابد أو مباني. structure على فكرة حتى القواعد في اللغة الإنجليزية اسمها structures، يعني أي حاجة البني آدم بيبنيها في النهاية هي structures يعني قواعد أو مباني. paintings are on walls or on papers. هم متعودين كانوا يكتبوا على الحوائط و على ورق البردي. These paintings show of daily life. بتظهر scenes of daily life. scenes يعني مشاهد من الحياة اليومية بتاعتهم. خد بالك كلمة scene اهي بمعنى مشهد، حط الاس بقت scenes، مشاهد، مشاهد من الحياة اليومية بتاعتهم. كأنه بينور لك كده على نقط معينة هما كانوا عايشين عليها وعايشين بيها. وصل. خالد is an active worker. يعني خالد عامل نشط. He works hard. بيعمل بجد. دي نمبر 1. A diary entry is diary ديت اللي هي اليوميات. A piece of writing in a diary هي دي قطعة من الكتابة عن اليوميات. طبعا دي بتبقى بلوج على النت يعني. فاروس اللي هم الفراعنة ruled the country in ancient Egypt. كانوا بيحكموا أو بيحكموا الوطن في مصر القديمة. نمبر 3. نمبر 4 I have a cut. بعد الشر cut يعني جرح. ما تزعلوش مني من نقطة، الجزء بتاع الفراعنة ده ملغي أساسا من عليكم، بس هو متضفر في المناهج فللأسف احنا بنقوله، لكن هو already ملغي اللي هو الدرس الثالث في الوحدة العشرة. I have a... وده بقى بيجي لك من الترم الأولاني اللي هو الفاروس ده. I have a cut. أنا عندي جرح on my arm على دراعي. دي نمبر 4. آخر واحدة panda lives in China. الباندا بتعيش في تشاينا في الماونتينز.
it's very boring مملة جدا ولا it's eat it eats bamboo ولا it eats bamboo دي number five. فاروق is a farmer in أسوان. فاروق ده مجرد فلاح في أسوان. Every morning كل صباح he wakes up puts بيصحى من النوم وبيضع بيرتدي الجلابية بتاعته and leather shoe والشوزة بتاعته الجلد و boils some water for tea وبيغلي شوية مية عشان الشاي وبياكل شوية عيش وفاكهة. Because لأن فاروق lives in أسوان عايش في أسوان he knows that عارف إن الشمس will shine most days عايش عارف إن الشمس تشرق معظم الأيام. He is lucky هو محظوظ that he lives on the fertile banks of river. Fertile banks يعني على ضفاف النيل الخصبة. Fertile يعني خصبة وبانك يعني ضفة. So that he can use the water for his crops. عشان كده يقدر يستخدم المية للمحاصيل بتاعته. Today فاروق is harvesting the grain. النهاردة فاروق بيحصد الحبوب putting it into baskets ويحطها في الباسكتس. والباسكتس دي معمولة من الجريد و taking it to sell at the market وبياخد الحاجات دي كلها ويبيعها في السوق. The underlying word pots on pots يعني يرتدي wears grow يزرع gets up بيصحى من النوم وharvest يحصد. فاروق lives in on the fertile banks of the river يعني ضفاف النيل الخصب. Summarize the first paragraph in one sentence لخص لي الباراجراف الأول في جملة. أنا هجيب فاروق من فوق وهنزل على fertile banks من تحت. يعني ايه يا مس؟ يعني بهزر يا ابني الكلام ده مش صحيح. انا هلخص وهي كلمة واحدة بس. هو بيقول لك في الباراجراف الاول ان فاروق ده فلاح عايش في اسوان وبيغلي المية وبيشرب جلابية بيلبس جلابية وبيغلي المية عشان يشرب شاي. الكلام ده كله ما يهمنيش. فاروق is a farmer مجرد فلاح from اسوان. ما هسيب خيالك بقى يوديك لكل الكلام ده. كومة كده ولا بلاش كومة؟ كومة ماشي. So لذلك he wears جلابية بيلبس جلابية and boiled water وبيغلي المية boils water to make tea to make tea عشان يعمل شاي. يلا. Why is فاروق lucky؟ ليه هو فاروق ده انسان محظوظ؟ عشان المية تحت ايده. He lives on a fertile banks of the نايل عايش على ضفاف النيل الطازج العسل. يلا بينا. Where الترتيب ده حاجة جميلة جدا. ماشي انا حسيبكوا تنقلوا ده فحاجة تدخل على الترتيب على طول. يلا بينا. Where اين خد بالك where ده أداة استفهام عايزة do. وزي ما قلتلكوا قبل كده اقروا الكلمات الاول يعني kangaroo و do و where و live و the. انا بعملش كده عشان انا مدرس. انت طالب اولي امر اقري الكلمات الاول وبعد كده اكتبي يعني علشان بس ما تبقاش في كلمه واقعه منك زي بيحصل ساعات وحصل معايا قبل كده. في كلمه اسمها يعني في اتنين تو في الجمله في تو منهم واقع الناس زعلت. طب انا اعمل ايه يا جماعه؟ وير دو عايزه فاعل اهو كينجرو اللي هو الكينجرو اللي هو الكنغر اللي عايش في استراليا ما بيعملش حاجه احنا هنا محتاسين بيه. على فكره في ذا نسيت انا ذا كينجرو ليف الكينجروز عايش فيه عايش في استراليا lives in Australia أو live in Australia they live in Australia عشان هو جمع. Where أين طبعا برضو do you ما هو do بعدين الفعل هو you decide أين أنت قررت أن أنت تروح to go ناوي تروح فين يا باشا. He هو تاخد is فعل زائد ing traveling he is traveling هو مسافر. هيسافر بالايه؟ هيسافر لايه الاول؟ اصل travel دي يعني سافر
he is traveling للحد كده هو مسافر. مسافر فين؟ نمنا يا عم ركز معايا عشان الترتيب. travel دي من الأفعال اللي بيجي دايما بعدها حرف جر زي to. he is traveling to England. مسافر إنجلترا بالإيه؟ هو راجل ما by plane. full stop. the ancient اللي هو القدماء Egyptians القدماء المصريين صنعوا لا مش صنعوا ده ناموا وعلى السليبت سليبت اهوت يعني نام on reed mats ناموا على الحصرة او اللي هي السجاد المعمول من الجريد اللي هو الحصر يعني والحصر ده جمع حصيرة استنوا كده مظبوطها لكم تمام يلا اللي بعده الدبليو كابيتال مالناش حاجة عند الناس ديت وي فلوتو الكسندريه الايه بتاعت الكسندريه بس هي اللي المفروض تبقى كابيتال اون مانداي والام بس طبعا فول ستوب خلاص وات الوات الدبليو هنا سمول هنخليها كابيتال وات فيكيشن اكتيفيتيز دو يو انجوي اخرج علامه استفهام كويستشن مارك فيموس بليس يعني مكان مشهور خدناها قبل كده وعملتها فيديو قبل كده يلا بينا على التست ال 12 تيست 12 يعني عشان بس ايه نتكلموش عربي نتكلموا انجليزي احنا بتوع انجليزي نتكلموا عربي يعني خسئتوا خسئتوا انتوا حبايبي انا بدور على تيست 12 يعني تيست 12 كان قدام يلا بقى اسمع يا سيدي بيقول لك في تيست 12 I had lovely day انا خدت يوم lovely يعني يوم جميل Yesterday, I traveled to Alexandria with my mom to see my aunt. أنا روحت اسكندرية. أنا بترجم لكم listening ده مش عارفة ليه بس يلا هي جت معايا ترجمة والله لكملها للآخ. روحت مع عمي في اسكندرية عشان نزوره خالتي أو عمي. طالما هنزوره يبقى خالتي ما دمه إنما لو بابايا هيزور عمي. المهم يعني. We went by train ورحنا بالقطر when we arrived لما وصلنا we rushed. ستريت رشت دي كانت زحمه الدنيا زحمه بس احنا كنا ماشيين ايه ستريت يعني قدامنا واخدين سكتنا على طول رشت ستريت ماشيين بسرعه يعني ما ضيعناش وقت يعني لما روحنا نايمين ولا شمال رشه دي بمعنى على طول على الايه على البيت عشان نتغدى تو ماي اونس هاوس لبيت خالتي شي جيف اس ا ديليشس لانش كانت عامله غدا تحفه ديليشس لذيذ افتر لانش بعد الغداء ماي اون توك اس بعد الغداء خالته خدتنا تو كورنيشي الكورنيش يعني الكورنيش اللي هو كورنيش البحر ذا سي واز فيري بيوتيفول البحر كان جميل جدا اي هاد ا لافلي داي ان الكسندريه ده صحيح ترو I traveled with my mom to see my uncle لا my auntie يا حلو انت بتلخبطني في الحته الاخيره ما بتلخبطش My aunt gave us a delicious dinner. لا ده delicious lunch. وإحنا كنا إحنا رشت ليها يعني إحنا كنا بنجري أساسا. يبقى طبعا false. الغلطة في lunch هي dinner. My aunt took us to الكورنيش. ده true فعلا هي خدتنا ودتنا على الكورنيش. يلا بينا على الجزء الثاني اللي هو علي. طبعا غالبا بتبقى محادثة فهي المحادثة بين علي وطارق علي excuse me can you help me فطارق قال له yes of course what are you looking for علي قال له I'm looking for a restaurant called the Nile طارق قال له oh yeah I know where that is go to the end of the road علي قال له okay طارق قال له it has very good shawarma enjoy your lunch علي is looking for look وحط لها ing عشان ده في is هنا looking for بيبحث على مطعم المطعم ده اسمه النيل the restaurant is called the Nile طارق knows where the restaurant is فذا ريستورانت هاز فيري جود شاورما عندهم شاورما جامده جدا
اللي بعد كده بقى التوصيل. يلا where does our، أين يوجد، خد بالك ده سؤال، مفيش هنا غير عام السماء. where does our water come from، هي دي number one. المية بتيجي، المية بتاعتنا بتيجي منين؟ بتيجي من السماء، from the sky، just rain، زي لأنها مطرة. Egypt is an، هنا عايز يوصف مصر طبعا، وفي ان، خد بالك يعني في هنا حرف متحرك، دور على الحروف المتحرك. important اهي الاي، مفيش هنا، كله هنا اسمه، كله هنا silent، sorry consonant او يعني ساكن، كل دي حروف ساكنة اهو ما عدا الاي، يبقى هي دي important country، بلد مصر بلد مهمة، ده صحيح طبعا. everyone knows محمد، كل الناس عارفة محمد، في هنا كومة، يبقى يا اما بط او سو، في هنا بط، مفيش بط، في سو، مفيش سو، لا. he is very famous، ممكن دي برضو على اساس ان محمد ديت ولد، يبقى هي، يبقى he is very famous. شوف انا بحلها ازاي، يعني باي لك كده. when we have cold، لما يبقى عندنا cold، لما يبقى عندنا برد، في هنا كومة، غالبا بنستخدم وي او بتستخدم سو او بط، ما لاحظتش انا اللي فيه سو او بط، بس فيه وي اهي، ما هي وي، ما هو الفاعل اهو. لما يبقى عندنا برد احنا هنعمل ايه؟ وي شود ستاي هوم، نقعد في البيت احسن. اخر وقت، لا ده نمبر 5. ان سيتيز، في هنا كومه برضو، غالبا هنا هيجي جمله كامله، هو بيقول لك في المدن البيبول ليف فيري كلوز توجذر، الناس بتعيش جنب بعض دايما، دي نمبر 5 تمام. غير الريف طبعا، الناس بتعيش كل واحد لوحده مع نفسه. يلا بينا على القطعة، القطعة جميلة. in our perfect town، في المدينة البرفكت اللي هي الممتازة، برفكت دي يعني ممتازة، يعني فيها كل حاجة، مش محتاج انك تطلع برا عشان تعمل اي حاجة او تجيب اي حاجة. there is a big zoo right next to the school، في في حديقة حيوان كبيرة جنب المدرسة. we can go there every afternoon after classes، نقدر نروح كل، نروح هناك كل بعد الظهر بعد المدرسة. we can help to feed animals، وممكن نساعد احنا ناكل حيوانات. it's really hot in our town، الدنيا بتبقى حر عندنا، so لذلك يعني there is a water park، في عندنا منتزه للماء، الماء يعني ملهى مائي او منتزه مائي، يعني بقى في بحيرات صغيرة صناعية الناس تلعب فيها وتستحمى فيها. that is always open، دايما مفتوح. it's free to go in، ولا ولازم نروح مجانا. there is a wonderful market، وفي هناك سوق او مكان رائع جدا. that sells all kinds of delicious food، يعني كل انواع الاكل اللذيذ. like fresh bread، زي العيش الطازه. fresh fruit and vegetables، والفاكهه الطازه والخضار. there is a big park، وفي بارك with lots of trees، باشجار كتيره. so we can go for family picnics، نزهة عائلية. in the shade، في الظل. يلا بينا نقلب الصفحة. there is a big zoo in our perfect town، في حديقة حيوان كبيرة في البرفكت تاون. the underline word perfect، perfect يعني ممتاز، يعني excellent، excellent يعني ممتاز. busy مشغول، معروفة دي. فري مجاني او فاضي. كراودد مزدحم، اللي هي بتساوي بيزي، الاتنين شبه بعض يعني. which place can you get in for free، ايه هو المكان اللي انت ممكن تدخله for free مجانا؟ معروف طبعا اللي هو the water park، اللي هو المكان بتاع الماء، اللي هو المنتزه المائي، تقدر تدخله في اي وقت و من غير فلوس. describe the park which is mentioned in the text، اشرح البارك اللي موجود او اللي تم mentioned يعني ذكر في الايه، التكست، في النص. there are، يوجد، lots of trees، so you can have a picnic in shade. والنبي الجملة دي لازم اشرحها لكم، بيقول لك في اشجار كتير عشان كده انت ممكن
تحصل على بيكنيك يعني نزهة خلوية إن شئت في الظل، زي بالظبط كده المنتزه اللي في اسكندرية. انت ممكن تمشي في تحت الأشجار و لفترة طويلة جدا تحت عبد الحليم غنى فيها أغنية. يلا بينا. ويتش فود؟ أي طعام. ويتش دي لازم يجي بعدها اسم يا حبايبي، أي شيء أي اسم، على أساس يقولك أي هذا الاسم يعني. أي طعام is، وبعدين هنا كلمة most، طالما most يبقى في the، the most popular. أي طعام يكون most popular يعني مشهور جدا. السؤال اللي بعده farmers الفلاحين. grow بيزرعوا. الفود the food. for every one. السؤال التاني why. why دي أداة استفهام هيجي بعدها فعل مساعد اللي هو are. عايزين بقى الفاعل اللي هو the trees أو trees من غير the عادي. ليه الأشجار important؟ why are trees important؟ مهمة. ليه الأشجار مهمة؟ for human لأن هي رئة الأرض. on Wednesday في يوم الأربعاء. حلوة الأربعاء دي، محدش بيقولها غيري. ايه ده، استنوا عشان تمام كده شايفين. on Wednesday في يوم الأربعاء W capital شايفة Wednesday طبعا ما تنطقش كده، بتنطق Wednesday يعني يوم الأربعاء. حط لها اس جمع يعني كل أيام الأربعاء، ده كده مضارع بسيط. كوما I play. بس يا جوني، بس يا جوني. I play football. أنا هلعب إيه؟ هلعب football. after school بعد الإيه؟ المدرسة. لحظة يا جماعة بشوف الحيوان ده عايز إيه. have you been to the Netherlands؟ الإني بس بتاعت نيزرلاند، وبما إن ده سؤال فأنت آخرك علامة استفهام. بص يا باشا have is are must should can could would will كل ده اخرك علامة استفهام، لان ده معنى سؤال معنى هل. خد بالك سيادتك الاي سمول ودي جريمة. الاي دي في اي مكان في الجملة لازم تكون كابيتال. اي فيل اوفر انا بعد لا ده مش انا، ده اي حد غيري، ده تبقى نصيب انه يقع حد يقع يعني. ان ذا بلاي جراوند بعد الشر برضو في الحوش. ليه يا عم؟ ده احنا كل يوم فيه طبعا. نقطة. يلا بينا بسرعة، واللي وقع ده يروح للزائرة الصحية. لا نسيت اقول لكم حاجة، ريد سي ماونتين تريل اللي انا كنت عاملة عليها باراجراف اقسم بالله يعني قبة في الجمال، فحاسبه لكم في صندوق الوصف او في اخر تعليق اول تعليق. بفكروني لان انا شخصيا بنسى احطه في اخر تعليق. وما تنسوش اللايك بقى اللي وصل النقطة دي يقول لي بحبك يا مس. بيجي 50 يلا تعليق. سيمبل تيست 13 اسمع يا ابني بيقول لك ايه بقى. Alexandria is a really exciting place to visit. There is a lot to see and do here. It's a big city with lots of amazing restaurants, stores, markets and museums. There is even a beach. وكمان في بيتش. طبعا Alexandria is a really exciting place to visit. ده true. لازم في الترو والفورس دي يا شباب المستقبل الرائع الجميل تقرا الجمله للاخر، مش تفرح كده تقول اه بقى رجعت لا ايه ده. لا there is a lot to see او a lot to see عادي. المهم there is a lot to see يعني في حاجات كتيره جدا ممكن تشوفها. and do in Alexandria true صحيح، في حاجات كتيره اقدر اعملها وحاجات كتيره اقدر اشوفها. Alexandria is a big city برضه true. اخر سؤال there isn't any beaches in Alexandria. يا راجل يا راجل مفيش شواطئ في اسكندريه، انت اتجننت. اللي بعده.
طبعا ده listening برضو، فيلا بينا. One of the most important crops that we grow on the banks of the river was grain. This was used to make bread. However, the fertile land also allowed farmers to grow. يعني بيقول لك ان الارض الخصبه كمان بتساعد الفلاحين to grow. استنى ما اشوف انا to grow. استنى يا جماعه الخير الله يكرمكم، مش عارفه انا حاسه ان هي كده خلصت اساسا. لا والله to grow vegetables such as onions and lettuces. lettuces اللي هو الخس. everyone ate well and sometimes people ate meat and fish with their vegetables. يلا بينا. بيقول لك السؤال الأول one of the most important crops was the grain. واحد من أهم المحاصيل هو الجرين، والجرين ده اللي هو الحبوب عموما يعني. اللي بعده grain was used to make bread، وطبعا هو بيستخدم لصناعة البريد الخبز. the fertile land الأرض الخصبة أيضا بتسمح للفلاحين to grow vegetables، تسمح للفلاحين هم يزرعوا ايه خضار. people sometimes ate meat و fish with their vegetables، الناس ساعات بتاكل لحمة أو سمك مع الايه مع الخضار. ماشي يا باشا يلا بينا. بينجوين، بينجوين اللي هي البطريق can swim يعرفوا يعوم. طب احنا عارفين ان البطريق بيعرف يعوم but they can't fly، بس هو رغم انه طائر وعنده جناحات فتحاه كده صغنططين بس ما بيقدرش يطير. you can should sorry you can sound more polite، انت ممكن تتكلم او تبقى شكلك polite، تبدو polite مؤدب. ده ما حطش نقطة مفيش كومة، هو هيكمل الجملة when مثلا او حاجة زي كده. يو لا مفيش يو مفيش كومة. you should لا مفيش but لا. طب ما نتحل by addition please by adding please. بالظبط هي دي، اصل الجملة ما خلصتش، الجملة خلصت بإضافة كلمة please. يعني انت لما تقول please لو سمحت يبقى انت كده ايه بقيت مؤدب. ده عندنا في مصر ماشي. a nature trail اللي هي الرحلة الطبيعية is a place lover is a place اللي هي المكان. انا دخلت في نمبر 4 ازاي؟ النيتشر تريل اللي هي الرحلة الطبيعية is a place اللي هي مكان انت بتروحه. you go for a hike in nature المكان تمشي في تتجول في الطبيعة. number 3 for louver ده متحف is a beautiful museum متحف جميل. you should see home لا you should go outside تخرج لا with a fantastic painting. بالظبط هو متحف اللوفر عبارة عن لوحات ده number 4 fantastic يعني رائع زي amazing وزي interesting وزي incredible. when you have a sore throat اما يبقى عندك شوف هنا كومة يبقى هيعيد لك يو تاني كملة. لما يبقى عندك كذا لازم تعمل كذا ده نصيحة اهي. you لا you should go outside لا امال ايه you should stay home. انت لو عندك sore throat الم في الحلق مش هيقولك اخرج برد. اخرج برد تروح فين انت عندك برد الم في الحلق لا you should stay home. هي دي نمبر 5. انتوا شايفين يا رب تكونوا شايفين. شايفين طبعا يا مس. يلا بينا على القطعه. القطعه جميله. there are many exciting things في اشياء exciting مثيره to do in New Orleans في مدينه العلمين الجديده. the city is the beach is on the beach المدينه على الشاطئ. so you can visit the cool sea when it's hot تقدر تزور البحر البارد البارد باعتدال اللي هو الجميل ده لما تبقى الدنيا حر. this beautiful beach هذا الشاطئ الجميل is 14 kilometers long طوله 14 كيلومتر بالطول. there is also a large green lake right in the middle of the city يعني كمان عندك بحيرة خضراء جميلة كبيرة جدا في وسط المدينة. you can also visit the beautiful international park وانت كمان ممكن تزور النادي الترفيهي او المنتزه الترفيهي العالمي الجميل. if you want to learn about the
fascinating history of the area. لو انت عايز تتعرف على التاريخ العظيم للمنطقة. عايز اوضح نقطة، كلمة beautiful او beautiful البي سمول لانها مش من الاسم، لكن لما بتلاحظ هنا international park ده كده الاسم اللي هو البارك العالمي او المنتزه العالمي، عشان كده واخد الاي كابيتال. المهم then فينا كوما وقال لك then يعني عند اذن او ثم visit the archaeological center. archaeological يعني اثري، وهو علم الاثار عموما اللي هو archaeological. تمام وخد بالك جيولوجي، انا كده هضيع لكم وقتكم بس اوكي. جيولوجيكال يعني احياء، علم الاحياء او علم دراسة الاحياء. المهم طب وجيوغرافي علم الجغرافيا، فهي يعني هي كلها جيو، فالحتة دي ملهاش لازم امسحها من دماغك يا يلا قلب الصفحة. انا عايزة الطالب يسامحني ويستحملني احيانا لاني بلوك، فايتس اوكي يعني انا مدرسة يا جماعة، انا مدرس ايه غير لك، احنا بنبيع كلام. The underlying word fascinating. Fascinating يعني تسهيلات، ويعني حاجات وفي نفس اللحظة يعني حاجات رائعة أو جميلة أو interesting. Fascinating يعني حاجات رائعة. Facilities يعني حاجات تسهيلية، يعني بص فاسي هي لحد هنا كده. Facilities facility يعني تسهيل، وfacilities يا رب تكونوا شايفينها اهي facilities تسهيلات، برضو جات لاختها يعني مش اي حاجه. تمام interesting يعني رائع او مدهش او شيق، زي كلمه fascinating، زي كلمه amazing، زي كلمه brightness، زي كلمه incredible، كل دول خوات، زي كلمه excellent، كل دول في النهايه حاجات رائعه حاجات جميله، زي كلمه perfect برضو رائعه او ممتازه او جميله. You can visit the cool sea. أنت تقدر تزور البحر الكول. هنا كلمة cool دي لو قلتها على بني آدم بيبقى بني آدم cool، يعني حاجة جميلة، حاجة أوبا، حاجة ولا يا ولا. When it's not in New Alamein City. بيبقى تقدر تزور البحر الرائع في لما تكون الدنيا hot in Alamein City، في لما تكون الجو hot بارد سوري حار في مدينة العلمين الجديدة. Summarize لخص the text in one sentence. لخص التكست دوت في جملة واحدة بس. جملة you should visit، انت المفروض تزور the perfect town new Alamein to have a great vacation. وللناس اللي بتسألني عن الفرق بين vacation و holiday، vacation أجازة طويلة إنما holiday أجازة قصيرة. vacation و holiday في اللهجة الأمريكية نفس المعنى، إنما في اللهجة الإنجليزية بتبقى واحدة طويلة اللي هي ديت والتانية قصيرة، holiday قصيرة. Where can people learn about فين الناس تقدر تتعلم the history in New Alamein الجديدة in the archaeological بالمناسبة كلمة logic يعني منطق، عارفين كلمة لوجيك ده، بس انا بحب برضو لوجيك دي كده بس يعني منطق. المهم in the archaeological center يعني مبنى او المركز الاثري. يلا بينا على اللي بعده الترتيب، انا بس عايزاكم تشوفوا الحتة الاخيرة عشان في علبة بتكتب. يلا بينا how بيجي بعدها فعل مساعد do، عايزة فاعل you. How do you get to school؟ ازاي انت يا ابني تروح المدرسة؟ انا مالي يعني. طبعا هنا بمعنى مش بمعنى ازاي، بمعنى سؤال عن وسيلة المواصلات، يعني تقول باي بلين باي باص باي تاكسي. I
طبعا هنا الراج اللي هي السجادة الكبيرة شوية، مش المات، السجادة الصغيرة. I bought، أنا اشتريت a colorful rug، يعني أنا اشتريت سجادة مليانة ألوان وجميلة. Did you visit الأزهر بارك؟ هل أنت زرت الأزهر بارك last week، الأسبوع اللي فات؟ Yes أو no. تامر ماله تامر؟ بصوا يا حبايب، هيرت دي ماضي مضارع، تصريف أول، تصريف كلها هيرت في الآخر، فطالما مفيش اس يبقى كده في الماضي البسيط. هيرت تامر أذى ايه؟ هيز أنكل، أذى الأنكل بتاعه اللي هو الكعب. آت في فوتبول براكتس، في تمرين الفوتبول. فوتبول ايه؟ براكتس. بص كده اشوف الكاميرا شغاله، ساعات الكاميرا دي بتفصل لوحدها، هي بتاخد قرار الانسحاب من الفيديو من غير ما ترجع لي، مش اي حاجه، وده نتيجه انها كاميرا بنت ناس جدا يعني، بس من زمان برضو كتر خيرها، ده من ايام ده انا اتولد الاقيه، يعني بقى لها بتاع 85 سنه. الار بتاعت ريم يا ولاد، ريم isn't going to trailing with دينا، الدينا كابتن مش اي حاجه بس فول ستوب. الاتش بتاعت هاو كابيتال، هاو كان يو بي سو جريتفول، ازاي تكون سو جريتفول؟ جريتفول يعني ممتن، يعني تقول للناس شكرا كده من غير سبب واضح، علامه استفهام. بليس يو جو اون فيكيشن، مكان تروحوا في الاجازه. الفيديو ده ممكن الباراجراف ده ممكن تشوفوه عندي برضو، بس كنت عاملاه بعنوان تاني اللي هو عن مدينة العالمين الجديدة، هو ده أجمل مكان للإيه؟ للأجازة، لتقضي فيه أجازة يعني. يلا بينا سيمبل تيست 14. والله هرمنا من أجل هذه اللحظة، لحظة فارقة، وصلنا لآخر، فاضلنا امتحان ونقول الكتاب ده باي باي. بص بقى، اسمع يا ابني، اسمع يا بنتي، اسمع يا ولي الامر اللي بتذاكري لولادك او ولادك، يعني anyway ايا كان، اسمع وشوف، شوف الكلام. yesterday يعني امبارح، we went، والله لا ترجم لكم، انا ورايا ايه، انا هقعد اقول لك listen، احنا بتوع انجليزي. we went on a boat trip، احنا رحنا في قارب، رحلة قارب كده، with some other، يا بختكم tourists، مع بعض السياح، to an island، لجزيرة، يا خبر يا خبر، حسبي الله ونعم الوكيل. There is a theme park، وكان في كمان منتزه ترفيهي او ملهى ترفيهي. It was so much fun، يا ريتني ما ترجمت، كانت حاجه اوبا في الجمال. After that، وبعد كده كمان رحنا المتحف، و visited the museum of ice cream، متحف للايس كريم. I had a queen bee ice cream، وكنت وانا اخذت queen bee يعني ملكة نحل من الايس كريم، وكانت عبارة عن فانيليا وهاني، كانت عبارة عن فانيليا وعسل وشوكولت عليها، it was great، ربنا يخوف. طيب we went on a boat trip last week، لا ده yesterday، وننسى اللي انا سمعته ده كله، شوف الغلطة فين، حطيت لك الغلطة ورا فاكرك ان انت، لكن انت هو. there is a theme park on the island، طبعا ما دي اللي قهرني، ان طبعا في منتدى ترفيه وكده. We visited the museum of honey، لا the museum of ice cream، يا عيب يا استغني. The school was school، ايه اللي جاب سيرة المدرسة ده، احنا كنا كويسين يا حبيبي، طبعا فولس، محدش جاب سيرة المدرسة خالص، ده الكلام كله على ايه، انا مش عايز اطمن على المدرسة، مدرسة ايه يا عم، ده كان الايس كريم اللي بالفانيليا والعسل والشوكولاتة هو اللي جميل. يلا بينا على سولجرز، وطبعا لو انت خدت بالك ان كلمة سولجرز ديت ده معناه ان الراجل ده بيتكلم في الحتة الملغية، بس انا هقولها لانها علينا انا، او حتى لو مش هقولها برضه، انا ورايا ايه. ليتس جو، المرة دي بقى مش هترجم، يعني الحاجات اسلمت دي حاجة كلها شغل، لكن اللي فات ده كان لازم يترجم. سولجرز وير بيزي كيبينج ايجيبت سيف، از ايجيبت واز ساتش ان امبورتنت اند فيري ريتش كونتري، the soldiers guarded the kingdom
The army was strong and the soldiers were good at their jobs. Soldiers were busy keeping Egypt. الجنود كانوا مهتمين أو مشغولين بالحفاظ على السيف الأمان بتاع مصر. Egypt safe. The soldiers guarded the kingdom. كانوا بيحرسوا الإيه؟ المملكة. The نقط was strong. The army, الجيش كان قويا في مصر القديمة. The soldiers were good at their jobs. والجنود شطار في أو ممتازين في الجوبز في شغلهم. اللي بعده بيقول لك بقى إيه؟ ده توصيل. When I was two, لما كان عندي سنتين, I couldn't use a computer. ملهاش إلا كده. اصل هي دي واخدينها عليكم, فانت couldn't جايه مع وين. لما كان عندي سنتين ما كنتش بعرف استخدم الكمبيوتر. You can take a relaxing. انت تقدر تحصل على relaxing اللي هو الراحه. ما حطلكش كوم ولا اي حاجه, لسه الجمله ما كملتش. Boat trip on the river Thames. تقدر تحصل على رحله مريحه بالقارب في نهر التايمز في امريكا في انجلترا. Mud bricks keep the houses cool. اللي الجمله دي احنا حفظناها اساسا. دي نمبر 3. Keeps the house cool in ancient Egypt. You can eat lunch in the restaurant. ما هو برضو سايب لك الجمله مش كامله. طالما ما حطيتش نقطه او فول ستوب او كوما او اي حاجه يبقى الجمله مش كامله. فانت تقدر تكمل. In a restaurant. تقدر تاخد المطعم الاكل في المطعم. When something is. لما بيكون في شيء something is not sorry is useless, ده معناه ان ما اقدرش استخدمه. I can't use it. We can't use it. دي نمبر 5. يلا بينا. ده lots of يعني كثير من. lots of يعني ايه؟ lots of different people played important roles in ancient Egypt society. ناس كتير جدا من ال important people different peoples اللي هم الناس المختلفين بيلعبوا أدوار مختلفة في مصر القديمة في المجتمع المصري القديم. Traders were the people who bought and sold everything. التجار هم الناس اللي بيشتروا وبيعوا كل شيء in ancient Egypt society في المجتمع المصري القديم اللي هو الفود والكلوز والجولري والسولجرز يونيفورمز اللي هو الأكل والملابس والمجوهرات وملابس الجنود والشيبس والسفن وكمان الماتيريالز فور بيلدينج ومواد البناء. ارتشن اللي هم العمال الحرفيين. تاك ذا ماتيريال فروم ذا تريدر. بياخدوا الماتيريال بياخدوا الماده الخام من التريدرز اند ميد ذم انتو ثينجز فور بيبل تو يوز. بيستخدموها للناس عشان يعملوا حاجات الناس ايه تستخدمها لايك فرنيتشر و تشارجز chairs واللي هي الاساس والشاريوتس اللي هي المنتجات الخشبيه كلها والكلوز الملابس. الفارمرز بروديوسد ذا فود وبيصنعوا الاكل بينتجوا الاكل الفلاحين يعني بيزرعوا الاكل وبسنا بروديوسد يعني ينتج اللي هو ذات واز ايتن. ده حته مبني مجهول اهي. واز اوير زائد التصريف التالت الفعل باي فاروس بواسطه الفراعنه. The nobles والسولجر اللي هم النبلاء والجنود والكتاب وكل دول في والارتشان كل دول ناس في المجتمع المصري القديم. ما تيجي نحل بقى شجع دماغ. طب الفكره الرئيسيه المين بوينت او المين ايديا. المين ايديا الفكره الرئيسيه اما تشوفها تدور على انت كنت بتحكي في ايه في نقط ان انشنت ايجيبت في الوظائف. هو جاب لك تاجر وجاب لك فلاح وجاب لك كاتب وجاب لك عامل حرفي فيبقى ايه الفلاح اللي وظائف. The person who bought and sold البني ادم اللي بيبيع ويشتري في مصر القديمه كان التريدرز اللي هم التجار. Summarize the first paragraph in one sentence. بس اسكت يا طالب بس يا حبيبي بس يا بابا بسجل. Summarize the first paragraph in one sentence. لخص الباراجراف الاول في جمله واحده بس والتلخيص هيبقى رايق كده. There are there were بقى ده مبني للماضي. There were many
jobs many different jobs وظائف different jobs يعني وظائف مختلفة كتيرة in ancient Egypt في مصر القديمة. اللي بعده السؤال الأخير what is the rule of the farmer in ancient Egypt ايه الرول رول يعني الدور they بينتجوا الطعام produced حتى الكلمة لفتت نظري produced the food بينتجوا الايه الطعام الترتيب elephant elephant ايه the elephant الفيل is an incredible animal elephant is an incredible animal يعني الفيل حيوان غريب او incredible مش معقول يعني I عايزة فعل في المصدر او فعل عموما انا يعني I get hike لا I get thirsty I get thirsty انا بحس ان انا thirsty يعني انا بحس ان انا عشطان تعال اشرب I get thirsty when I hike في اتنين I في الجملة عشان كده انا ايه يعني انا بعطش لما بمشي اللي هو نظام التجول الهايكينج يعني. Why why ديت أداة استفهام عايزة فعل مساعد is فين الفاعل plant trees لا ده جمع Why is it important to ليه مهم ان احنا plant trees نزرع نباتات نزرع اشجار السؤال الاخير كان عايزه فعل فاعل يو ده فعل مساعد ودي فاعل هل انت تستطيع ان انت ايه عايزه فعل meet me تقابلني انا فاضيه لك تقابلني واقابلك at the library can you meet at the library no I can't ال W بتاعت where where does our water come from وده علامة استفهام ال W هنا already موجودة we are flying to Morocco ال M بتاعت Morocco in September ودي ايه full stop ancient Egyptian homes المنازل المصرية القديمة فين الناس كان والله عملتها قبل كده برضو البراجراف ده انا عملته قبل كده يلا بينا نعمل السامبل تيست ال 15 اللي هو الاخير وعشان نقول باي باي طبعا هنا انت لازم تسمع انا لازم اقول اسمع اسمع once there was a very big old tree in a hot dry land it had lived for many years its trunk was very wide and it had many green branches it was famous because it was the only tree where it lived and it gave children and rest to hundreds of travelers as they moved across the country. There was a very big tree in a hot dry tree. كان في فعلا شجرة كبيرة جدا في يوم حر وجاف ونيل بنيل. في أرض جافة. صحرا. The tree hadn't lived for many years. ما عاشتش لا ده عايشة من سنين. فولس طبعا. حاطط لك النفي بيضحك عليك. The trunk اللي هو جذع الشجرة was very wide صح true it was the only tree where it lived صح true برضو كانت هي الشجرة الوحيدة اللي موجودة في المكان مازن لا ده هنسمع مازن ومروان مروان بيقول له هاي how are you مازن مازن قال له I'm feeling great low want to be at the beach فمروان قال له let's find something else to do let's go to الازهر بارك ف ده مازن بيفكر الازهر بارك I don't know it انا ما اعرفوش but it sounds interesting فمروان قال له I think that is a fantastic place it has a lot of trees and cool green grass a bit low يعني يشعر ان هو ايه نفسه كده يركب الموجه يروح البيتش مازن wants to be at the بيتش مازن عايز يروح البيتش هو بيقول له إيه انا عايز اروح البيتش فقال له انا تعال نروح الازهر بارك
مازن اند مروان ويل جو تو ازهر بارك، هيروحوا الاثنين الازهر بارك. الازهر بارك هاز كول، كول ديت يعني رائع، جرين جراس. اللي بعده I can learn about building، انا استطيع ان اتعلم عن البناء. بصوا يا جماعه about لو بيجي بعدها اسم ويجي بعدها from، from ancient mountains بالظبط. انا استطيع من يمنس قصدي دي نمبر 1. عمر speaks politely، حط نقطه يبقى هيجيب عمر تاني على اي هي، هات لي هي. He is a polite speaker، هي دي نمبر 2 تمام. خد بالك you need a passport to، to دي عايزه infinitive مصدر الفعل اهي. travel to different country، انت عايز تبقى معاك باسبورت عشان يسافر دول كتير. we studied the map well، في هنا كوما يبقى يا اما بط يا اما so، so we didn't get lost، احنا ذاكرنا الخريطه كويس فمش هنتوه. where is عايزه ده استفهام اهي. the post office، أين يوجد البوست أوفيس؟ كده شايفين؟ كده حلوين. القطع today اللي هو أمس يعني، سوري today اليوم قصدي. today was the best day ever، ده كان أحلى يوم النهاردة. I love، خد بالك was لأنه قرب يخلص يعني، أنت تتكلم على نفسك مثلا هي في الإيفنينج هي آخر يوم. I love anything to do، أنا حبيت كل حاجة بعملها with history، I always go to the museum وبروح المتحف. وبعدين بعد كده so today was special، عشان كده النهارده انا كل يوم كنت بروح الايه المتحف at home يعني، لكن النهارده بقى كان يوم غريب، كان يوم special، يوم مخصوص يعني. the bus ride الاتوبيس wasn't too bad، ما كانش محطة الاتوبيس ما كانتش صعبة او ما كانتش وحشة. it only took an hour to reach، reach يعني يصل يعني arrive بس من غير حرف جر، انما arrive بقى حرف جر، arrive at او arrive on. خد بالك تاني reach يصل بدون حرف جر. our destination، destination يعني وجهة الوصول. I listen to music، أنا بسمع مزيكا on the way وفي الطريق. and the time went quite quickly، والوقت عدى بسرعة. when we arrived لما وصلنا we had the chance to wander through the streets and similar people bought traditional Jordanian handicrafts from the stalls. يعني لما وصلنا عشان نتمشى على الشارع في الشارع وناس كتير اشتروا الهانديكرافتس اللي هي المنتجات الأردنية التقليدية، المنتجات الأدوات الأردنية التقليدية من الستولز من الكشاك. I bought a lovely colorful rug، وأنا اشتريت سجادة ملونة، رج دي يعني سجادة كبيرة. إنما مات سجادة زي سجادة الصلاة كده. صالح اللي هو our tour guide اللي هو المرشد بتاعنا was very kind، كان محترم يعني، وكان بياخد تكت the bus، خدها معاه للأتوبيس for me عشان يعني جاب سجادة فراجل شالها لها يعني. so that I didn't have to carry it around، وعشان كده مش محتاجة إن أنا أشيلها طول الوقت. وده طبعا كان حلو، كان lucky because I spent hours in the museum، عشان قضيت ساعات في المتحف المصري. يلا بينا نقلب الصفحة، آخر صفحة في الفيديو. صالح was a kind tour guide، يعني صالح كان tour guide محترم kind لطوف أو عطوف. the underline word reach، reach يعني يصل يعني get to يعني arrive. what is the destination، وجهة الوصول to of the writer in the text، إيه هي وجهة الوصول للرايتر جوردن الأردن. what did the writer buy rug a colorful rug. يلا بينا we نحن عايزة فعل fed fish، we fed fish بنأكل السمكة، لا بنأكل البينجوين، هنأكل السمكة ذا بينجوين. الراجل بتاع الخردة ده صوته غريب. fed some fish، ما قلنا fed some fish، معلش يا جماعة مش مركز. you اللي هو انت يعني، طبعا في shouldn't يبقى تيجي على طول،
احنا عايزين ننجز قبل الراجل ده ما يجي علينا يا جماعه. الراجل بيتكلم ده you shouldn't forget، انت ما ينفعش تنسى. تنسى ايه؟ ما انت ناسي اساسا. your homework you shouldn't forget to do your homework، ما ينفعش تنسى تعمل الواجب بتاعك. السؤال الاخير اللي قبل الاخير which، which دي بيجي عليها اسم زي ما قلت لكم which natural trail، لا which، which trail ولا which nature trail do you like، which nature trail do you like. اخر سؤال the cat القطة ماضي ate اكلت from the bowl من البول من ال من ال من البولة hungrily بشراهة او ممكن ate hungrily from the bowl. الاثنين صح. الازهر بارك، نشوف بس انتوا شايفين ولا ايه معايا. الازهر بارك is a fantastic، البارك هنا small ماشي خد بالك. البي بتاعت بارك هنا سمول بزعرورة، هي شايفين زعرورة؟ لا احنا زينها كده وفول ستوب. هاو الاتش كابيتال، هاو دو يو فيل ناو احمد، الايه كابيتال بتاعت احمد. احلى باراجراف سكول تريب تو ذا ديزرت ان شاء الله اعمله بس مش النهارده. السلام عليكم.